شارك وفد من هيئة البحرين للثقافة والآثار ترأسه معالي الشيخ أمين بنت محمد الخليفة رئيسة الهيئة في المؤتمر الصحفي للإعلان عن معرض حديث فنون من مملكة البحرين بأكاديمية ألبرتينا للفنون بمدينة تورينو الإيطالية، بحضور كل من الدكتورة باولا غريبادو رئيس الأكاديمية والبروفيسور سافو بيتونونتي العميد بالأكاديمية والدكتور جابرييل روميو. وأكدت معالي أهمية الشراكة بين المؤسسات الثقافية لفتح مجالات أوسع للتعاون والتعرف على الآخر، فبالفن نؤسس لحوار حضاري ونعرف العالم بمنجزاتنا. وأضافت إن السياق الجغرافي لا يغير من هوية العمل الفني، بل يعززها ويعكس ما لها من خصوصية كفيلة بإكسابها تقدير الجميع. وخلال المؤتمر الصحفي قدم الدكتور جابرييل روميو قراءة تحليلية عامة تناول فيها الأعمال الفنية المعروضة لفنانين من مملكة البحرين، ذاكرا تنوع المدارس والمقاربات الفنية التي تعكسها اللوحات المشاركة. من جانبها أعربت سعادة الشيخة هلا بنت محمد الخليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار عن اعتزازها بمستوى التعاون الثقافي القائم بين الهيئة وأكاديمية ألبرتينا للفنون، مشيرة إلى دعم سفارة جمهورية إيطاليا بمملكة البحرين والذي أنتج عن برامج مشتركة تساهم في إبراز مملكة البحرين كحاضنة للفنون وكمشاركة فاعلة في المشهد الثقافي والفني على مستوى العالم. ويتضمن المعرض الذي يستمر حتى 2 يونيو المقبل 22 لوحة فنية تنوعت ما بين مقتنيات متحف البحرين الوطني وأعمال من مجموعة الفنانين الخاصة. وتستعرض اللوحات في مجملها الأساليب والمدارس الفنية المتعددة لتعكس بذلك إبداع الفنانين البحرينيين والغنى الفني الذي تتمتع به الحركة الفنية في المملكة. دائما جسور الثقافة تمتد لتصل إلى كل موقع، وهذه المرة فناني البحرين يمثلونها في هذا المعرض الذي هو عبارة عن حوار بين الثقافات ولقاء بين الفنانين، مداخلة فنية بحرينية تؤكد حضورها في مجال مهم يعرف بأوطاننا بفنانينا بكل ما نملكه من أرض حضاري عريق نروج له ونفخر به. نحن سعيدين بانطلاق افتتاح هذا المعرض بالتعاون مع الألبرتينا، أكاديمية ألبرتينا في تورينو. تمتد جسور جميلة من التعاون الثقافي بين مملكة البحرين من خلال هيئة البحرين للثقافة والآثار ومدينة تورين وأكاديمية ألبرتينا. في العام الماضي استقطبنا معرض مهم جدا تحت عنوان سينمادري، يتكلم عن المسرح وسينوغرافيا المسرح، وهذا العام نأتي بمجموعة جميلة ومهمة جدا من مقتنيات المتحف البحرين الوطني، وأيضا من أعمال خاصة لفنانين مهمين من مملكة البحرين، لتكون بمثابة مرآة إلى القاعات الرئيسية في هذه الأكاديمية العريقة. دخول الفنان البحريني في مثل هذه الأجواء بثيمة معمولة في هذا العصر.